امبارح كنا شفنا زيادة في أسعار البنزين، في تحريك حصل كمان النهاردة جديد بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والزيادة كانت في أسعار البنزين 80 و92 و95، ده طبعا بالتوازي مع ارتفاع عالمي بنشوفه في أسعار الطاقة. لكن حقيقة كمان في نقطة مهمة جدا في هذا، انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب، كان جاله طلب من الحكومه بزياده اسعار السولار ويحصل فيها تحريك، وكلنا عارفين يعني ايه السولار يزيد، الا انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض ده حرصا على محدودي الدخل اللي هيتاثروا بشكل مباشر لو سعر السولار زاد دلوقتي على وجه التحديد. خلينا نفهم اكتر، معانا على التليفون المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه. اهلا بك يا باشمهندس، ولو تطلعنا على اسباب هذه الزياده في اسعار البنزين. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الزياده في اسعار البنزين، احنا شايفين اسعار الطاقه المنتجات البتروليه واسعار الزيت الخام اللي بيتم استيراد جزء منه عشان خاطر يتم تكريره داخليا، واسعار المنتجات نفسها اللي بيتم استيراد جزء منها من الخارج، حصل فيها زيادات كبيرة جدا نتيجة الظروف السياسية والحرب، سواء كانت في أوكرانيا أو في فلسطين، وبالتالي كانت هذه أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار المنتجات خاصة اللي بيتم استيرادها من الخارج. طبعا احنا عارفين إن في لجنة تسعير تلقائي مشكلة منذ عام 2019، هذه اللجنة بتدرس كل الظروف اللي موجودة، وفي معادلة سعرية، المعادلة السعرية دي أهم حاجة فيها مؤثرة فيها في عاملين مهمين جدا، اللي هو التغير في سعر الصرف، وفي نفس الوقت سعر خام برينت هو سعر خام القياس بالنسبة للزيت الخام. طبعا احنا عارفين طبعا ان حصل زيادات كبيرة جدا، اللجنة اجتمعت طبقت المعادلة، كان المفروض ان المنتجات كلها تزيد. طبعا الرئيس عشان خاطر ظروف الطبقات الاقل قدره امر ان الاسعار السولار تفضل زي ما هي مثبته. طبعا زي ما حضرتك شرحت ان السولار مهم لانه بيدخل في موضوع نقل السلع ونقل الركاب والطبقات الاقل قدره هي اللي بتستهي المستخدم. اذا يا باشمهندس المفروض هذه الزياده لا تؤثر على اسعار السلع لانه السولار ثابت. حضرتك كلامك مظبوط، عشان كده الساده المحافظين كلهم في مجاله دلوقتي بيشوف بيتم حوكمة هذه الموضوعات، وفي نفس الوقت يبقى في رقابة في المواقف والحاجات دي كلها، لأن السولار ما زادش، اللي زاد البنزين بس. فيما والبنزين طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه زاد بمستويات معينة، زي البنزين 80 ب 10 جنيه، البنزين 92 ب 11 جنيه ونص، بالنسبه للبنزين 95 بقى اللتر ب 12 جنيه ونص. وهذه الاسعار الدوله بتتحمل جزء كبير جدا فيما يتعلق بالدعم الخاص بالسولار، لكن بنحاول بقدر الامكان. احنا عارفين ان دعم المنتجات، دعم الوقود نفسه خلال في مقفول في 30/6/23 وصل تقريبا لحوالي 126 مليار جنيه، الدعم نفسه ارتفع به مبالغ كبيرة. أيضا تكلفة إنتاج السولار، التكلفة فقط وليس في هامش ربح، التكلفة حوالي 13 جنيه بيتباع ب 8 جنيه 25 قرش. فطبعا الدولة بتحاول بقدر الإمكان إن هي تخفف من آثار الأزمات الاقتصادية الكبيرة اللي بتمر بها العالم ومنها مصر، عشان خاطر يبقى التأثير يبقى أقل ما يمكن فيما يتعلق به المواطنين المصريين. طبعا احنا بنشتغل مش بمعزل عن العالم، احنا عارفين ان منظمة اوبك ومعها المنتجين الرئيسيين خارج اوبك اجتمعوا دوريا، وهم قرروا الاستمرار في تخفيض الانتاج ده. طبعا السوق البترولي بجانب تأثير العرض والطلب، ميزان العرض والطلب على الزيت الخام، ايضا فيما يتعلق بتأثره الشديد بالأحداث السياسية وما بالوضع العالمي، الوضع العالمي ده، فبالتالي في تذبذبات موجودة. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتمشى شوية مع هذه المتغيرات الموجودة، وده اللي احنا قدرنا نعمله كدولة. وفي نفس الوقت في القيادة السياسية
بتبص بعين الاعتبار لمحدودي الدخل والناس الأقل قدرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشمهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية.